قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة منوعات أبو محمد في حياة أهل الريف. النهاردة عند المعلم محمود عادل أبو فضل ابن أجدع رجل في كفر عرب رحمة الله عليه، مع الحاجة حمادة أبو شوربة في الصلاة على النبي. ازيك يا باشمهندس محمود؟ الله يسلمك يا هندسة، عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه افضل تاون في الارض؟ مرحبا يا عم حماد. 31 وانتم شايفين الباشمهندس حماده بيزرع بالسطاره اليدوي. صلى على النبي. عشان هي بتوفر ذره، وزي ما انتم شايفين بالصلاه على النبي. التقاوي 2031 دي احسن تقاوي. اه 2031. اه تقاوي ذره ده تقاوي حلوه. صلى على النبي. الصلاه على النبي، وانتم شايفين الباشمهندس حماده شغال بالبكر اهوت اليدوي. وبنزرع بتوفر محصول في قلب الارض في الذره احسن من طلقية الرجاله، يعني بتقلل كميه الذره في الارض. يعني القراط ياخد له قد ايه يا حاج حمو؟ يعني عندك مثلا الفدان ياخد شكارتين، هي في ديك هتوفر الشكارتين، هتعمل شكاره ونص هتوفر لك اقل حاجه 3 كيلو. يعني الكيلو ب 400 جنيه. الكيلو فيها الذره دي ب 400 جنيه. تمام. يعني الفدان ياخد له كام شكار؟ ياخد له شكاره ونص. فدان ياخد له شكاره ونص؟ توفر تقاوي. اما انت بقى لو انت هتحط بالرجاله هتحط لك شكارتين طلقيت، لو الرجاله هي اللي بتلقط الذره. طبعا الباشمهندس حماده زي ما انتم شايفين كده شغال بيوفر 3 كيلو في الفدان. 3 كيلو ذره في الفدان ب 1200 جنيه. ب 1200 جنيه. يعني دي توفر لك في الفدان 1200 جنيه. شيل 200 جنيه مصاريف للبقره. وهتوفر لك 1000 جنيه صافي. والذره بتاعك يطلع في ثانيه ما بيغيبش، لان هو محطوط على وش الخط من فوق وب 20 سم من الحبايه والحبايه. تنزل عمق 7 سم. حتى لو الارض كمان غرقت منك ميه، عبت منها ميه، الحبايه بتبقى فوق ما بتبش ولا بتبربل ولا بتغيب ولا اي حاجه. السلام على النبي. يعني دي زراعتها افضل زراعه طبعا. وصراحه دي صينيه صح؟ نوع صين. ان شاء الله. الصين ما خلتش الفلاح المصري عاوز حاجه. الله ما شاء الله، توفير وشغل عالي وانتاج جميل كمان في المحصول. الذره ما بيبقاش تقيل، ما يخيبش معاك في الزرعه. الصلاه على النبي. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بالصلاه على النبي، يعني بتوفر في كل حاجه. الله ينور يا باشمهندس حماده. منورين يا رجاله والله. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. الله ينور يا هندسه حبيبي. دي بتحب الارض الناعمه كمان. يعني دي الارض خشنه شويه عشان الجار مش مستني، فاحنا زرعنا بقى عشان الجار ما يغرقناش. بص يا جدع، نزرع زي الجيران عشان الذره ما يبصش، لان الذره لما بيتاخر والجار بيبقى جنبه زارع بدري بيضلل على الذره، والذره ما بينتجش، الخطين اللي جنب الجار بيبوظ. عشان الذره ده كان بيكبر عنه. ما هي دي الفايده بقى، اللي احنا ايه المفروض نعمل الارض بدري تستريح. ما تبقاش خشنه. الباشمهندس حماد زي ما انتم شايفين كده تعبان في الارض. ليه؟ لان الارض خشنه تحت رجله. سلام. الارض ما تكون حنينه بيمشي بسرعه فيها، وما شاء الله عليه يعني تبقى الحاجه معاها سهله، وهي ما فيش حاجه واقفه قدامه يعني ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الباشمهندس حماده شغال، الله ينور عليه. السلام عليكم، حفظه الله ورعاه.